Bijou, bijou! صباح الخير صباح النور مرحبا بكم معنا على شادا اف ام. شفنا بزاف سمعنا بزاف ديال الحوايج على هذه القضيه ديال نوتر دام دو باري البارح. قرينا دي ستاتيو قرينا شفنا ناس اللي دي فوا ما كنفهمش بنادم علاش كيدخل كيبغي صحه يدخل النيفو وي علاش كتهضروا على هذه المساله. انا البارح ما تكونيكتيش باسكو جيت اون تورناج اليوم باغي تا هو تاع دخلت البارح بالليل عند اون بلان تورناج واحد صاحب تسعود هذيك اللي فوالا واه علاش كتقولوا وي نوتر دام دو باري راه شواقع شواقع. فاش دخلت واحد الساعه تكونيكتات سور فيسبوك ما كملاش واحد 5 ولا 10 ديال الدقائق ونعس بحالاتي من بعد. عرفتي كنشوف دي كومونتير كتقول واش بنادم ما كيعرفش دي فوا يسد فمو لا لا شي دي بيتيز دي بيتيز اللي كتسميهم انا دي بيتيز. بنادم مسالي قبو جاي مخلي كومونتير انت مالك ومال نوتر دام دو باري وتاش دخل بنادم عنده نظره عين على كل شيء. استاذ سلطك الاسبوع الفرس والله لا هاد لي ريزو سوسيو عطاو الناس كاملين يقدروا يتكلموا. لا ولا لا شوف مزيان بنادم يهضر مزيان بنادم يهضر يعطي لوبينيون ديالو ولكن ملي كتفوت واحد الحاجه اللي ماشي سوقك فيها اصلا يسكت. لا رشيد كيبدا يقول لك وانت مالك وانت شنو دخل شطاتك تمشي تقري تي كومونتير كون كما كان دارك راسك ما غتدخلش تقراه. يلا يجي قلت حيت مولف كيجاوب بحال راه لا جوستومون هذه ولات هي لا ريبونس اللي كنا ولينا كنا كنعطيو ضيا سعيد بدر كنتكلم عليها في هذا تي في تو بنفس الطريقه. انت شنو جابك شنو جابك تشوف اصلا؟ لا حيت يا لا حامد وما تجيش تشوف صافي في قلب رشيد ما لحقتيش واحد القضيه سي باسكو دابا في هذا العاد ولات كلشي عنده شخصيه قويه. شحال هذه كانوا غير فريمون الاقوياء اللي كانت عندهم شخصيه ايوا مي دابا لا يونس الناس كيبينوا لك بانهم عندهم شخصيه قويه مي فاش كتشوف الخلفيات ديالهم ما كتلقى والو. وي لا مي جوستومون راه يا بو خلفيه انت يا بو خلفيه هي اللي غنوصل لها هي اللي غنوصل لها هي اللي غنوصل لها. شحال هذه كانوا حتى الناس اللي كيبغيو يبينوا راسهم عندهم شخصيه كنتي كتلقى نيت قوي فهمتي شحال هذيك كنتي كتلقى قليل اللي كيقدر يحط راسو قدام الناس وياخذ لا باغول ويتكلم وياخذ دي ديسيزيون كلشي بحال هكا. دابا حاليا في هذا الهاد اي واحد عنده تصويره فيه اكثر من 1000 لايك سي فينيك حتى هو ولات عنده شخصيه حتى هو ولات عنده نظره عين على كلشي حتى هو ولا مختص في كل دومين حتى هو ولا كيعرف بيرسوناليتي بوبليك فوالا ولا تيفهم في كل شيء خصو يقول لك حتى هو لو بوين دو فيو ديالو يقول لك شنو كاين شنو طاري في العالم فوالا. تو بونس با رشيد كاين شي واحد سميتو رشيد هنا صافي امتي مومو ما سمعتوش داكور كيسكي يا شنو واقع عليكم لي زامي شنو ندير انت كتسرحوا لي كتمشي كيتقلب لي بويس كيتقلب لي هذاك ما كيبقاش كيشوف فينا كيبقى كيولي كيشوف مهدي اي ميم tu peux lui faire 36000 fois signe بلا ابن هذا مرجع لا نو كيبقى غادي يسرح هو خصو يكمل. الو الله يرضي عليكم عافاك شكرا يلا اخويا انت ما بغيتيش تخدمي شويه ديال النظام الله يرضي عليكم خاصكم تقولوا وي شاف وي شاف شويه ديال النظام الله يرضي عليكم وي شاف هاك هاك شتكم كتسرحوا ليا في مواضيع اللي كاينه غينا فوا مي باغ كونتر تو بونس باك سي فري انت هاد القضيه هادي بلي كلشي ولات عنده نظره عين راه جوستومون وهذا هو الموضوع اللي غادي نهضروا عليه الصباح. يا حلاوتك يا حلاوتك وهذا هو الموضوع ديالنا الصباح سي هاد الكريتيك جوستومون خصنا نديرو اليوم يوم وطني خصنا نديرو له اسبوع وطني الصراحه. علاش كلشي لا 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 كلشي كيف كلشي خدام سي 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 في هاد العباد كلشي خدام كلشي خدام تا واحد ما مكونجي كلشي خدام في هاد العباد كلشي كريتيك صباح زيرو. علاش ولينا كنكريتيكيو بزاف سي فري واش حنا شعب نكار وهذه راه يمكن لي نهضر لا هذه يمكن لي نهضر هذه يمكن لي نهضر عليها زعما وانا مطمئن باسكو انا دزت من هذه المرحله انا كنت واحد الساعه هذيك كتنكر على كلشي مالك وما هادشي ما مكادش مي تو دونك واش حنايا جوستومون واش نتوما حتى نتوما دايرين بحال ما هكا واش كتديوها في الحاجه وخصكم ولا بد تعقبوا عليها وتعقبوا على اي حاجه
داز خصكم موالب ودا تعطيو الراي ديالكم فيها اولا لا 06 96 56 77 77. تيقوا بيا غادي نضحكوا مزيان الصباح الخير. الموضوع ديال هذا الصباح هذا اللي كنهضروا فيه معكم بطبيعه الحال هو هذه المساله ديال الكريتيك. علاش ولينا كل شيء كنقروا فيه؟ واش حنا نقراو؟ مشكله هذه مشكله كبيره اخي. عرفتي تو لو موند كريتيك تو لو موند في جميع الميادين في جميع اي تو لو موند كريتيك لو بي بيان سور. البلاد هذه البلاد الحكومه الناس الصحاب الناس خصهم يهضروا على كل شيء. سي 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 ان تروك دو فو. 06 96 56 77 77. صباح الخير مرحبا بكم معنا. مي اون افي واحد لا كيسيون, واحد المستمع صيفط لنا بتيت كيسيون البارح. استمعوا ليها ونشوفوا شنو بغى يقول. قول اخويا قول. تفضل يا حبيبي. شريف امني الله يهديك. السلام خويا رشيد بخير. صباح الخير. صباح النور خويا رشيد. باش نسولك على وقتاش غيبدا لو فونت ديال لي تيكي ديال بومبا كوميك اللي غادي يكون في الرباط؟ وي. واش وقتاش غادي يكونوا لي تيكي باش نمشيو ناخذوهم؟ بغينا نمشيو نتفرجوا ان شاء الله. سيغمون غادي يكونوا سوغ بلاس, سيغمون غادي يكونوا في تياتر محمد 5. اه سي نورمال. وصراحه باسكو سي لا ويا سبيكتاكل سيت ما فين غادي يكون سبيكتاكل. صباح الخير صباح الخير صباح الخير صباح النور مرحبا بكم معنا. صحابنا بطبيعه الحال ديال ديال الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج وني ديزولي باسكو هي واحد لو بيتي بروبليم تكنيك لو سيرفور. ان شاء الله سافا سارونجي في الايام القليله القادمه. بيجور طنط رشيد. بيجور. La semaine prochaine, j'ai les vacances. Est-ce que c'est possible que je vienne? Merhaba. On veut te voir. Avec plaisir. On veut te voir. Agi. Et toute l'équipe aussi. Agi, 12 معنا الصباح. Je vous aime. On t'adore. On t'adore. Je pense que c'est le machin de Bessie. Agi, merhaba bik. Ou que ma briti et dar dark. Nta ou les briti. Les messages à l'école à la 0696 56 77 77. Younes. Ouais. Critique ou là? Critique. Je vais vous dire que la vérité, plus ou moins, ouais. Quand on critique, c'est ça, non? Gap. Mais je sais pas, mais. بحال مثلا ماشي على ما كنبغيش نعطي الاهميه لبزاف ديال الحوايج اللي كيهضروا عليهم الناس في فيسبوك وداك الشيء. باسكو جو ميديك ماشي مهمين الا هضرت عليهم راه كنزيد نعطيو لهم الاهميه. واه دونك جو بريفير نو با الفير. ولكن في شي حوايج اللي مهمه مثلا تهضر ليا على لا 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 شي حاجه دارتها الحكومه ديال المغرب اللي كتاثر على البلاد كامله ولا شي حاجه طرات في العالم اللي تاثر على العالم ديك الساعه وهي نعطي النظره ديالي. ولكن على لي بوتي تروك لي بتيت زيستوار بحال هكا نضيع عليهم الوقت لا ما عنديش. وي مهدي. نقار. ولكن نقار في حياتي نقار في حياتي العاديه مي حيت ما عنديش فيسبوك وداك الشيء ما كنشوفش بحال داك الشيء وما كنوصلش باش نكومونتي ولا نكومونتي عليه ولا شي حاجه. هل لديك راي؟ لا ما مدخلوش راسي وما عنديش لاش حيت هذاك الكريتيك ديالي ما غيزيد فيه حتى حاجه اصلا. هو تفاهه والكريتيك هو بحالو سكي فيه غتزيد شي على شي. وي اوكي. إيه كان كريتيكي في حياتي العادية شي حاجة اللي كتهمني كان كريتيكي فيها اللي ما كتهمنيش ما مالو. شكرا بارك الله فيك. بيجو بيجو بيجو. صباح الخير عليكم. صباح النار. صباح الفيغ ولا بون هومور. الله يخليكم لينا يا ربي. كنا معكم. ميرسي. Alors, la chanson de Gumi Gumi, ça faisait un peu ambiance quand j'ai pris le temps. Alhamdulillah, la salamdik. Bonjour, bonjour. Salam alaikum, ça va? Qui s'abhim? Laikhlikum lina ou laikhlikum aina. Merci, choukra. Laikhlikum le sourire, le rire, la joie, la bonne humeur. On démarre très très bien grâce à vous. Merci pour la chouïa. Alors, Mantouach Alikoum, le sujet d'aujourd'hui, ben oui, malheureusement, on est Chab Nougar par excellence. Ouais. Pour moi, oui, je peux critiquer, mais en fait, c'est la critique dans le bon sens. Machi, rien que pour critiquer. Oui. Mais sinon, Zamaïla m'a dit que c'est à la Kabira, rien que je n'ai pas parlé ou le Hadamo. Oui. Bon, je préfère plus écouter que parler. Yallah, naharkom brok. Très bonne journée, Sofia. Merci, choukra lik bzaf, Sofia. Merci beaucoup, Artiti. Merci beaucoup. Yallah, nmchiou maakoum le mot du jour. Yes. Hein? Le
الا بغيتو تلعبوا ولا ما بغيتوش تلعبوا بديت لعبه ما بديت لعبه الميدي ولا ما بغيتيش تلعب ضروري باش نوريكم القدرات ديالك يلا سير الله باش نلعبوا لو مو دو جور دابا دون لو 7 10 على شاد اف ام ها لو مو دو جور لو شيفر يجمعوا مير هذا صباح الخير مرحبا بكم معنا في رشيد دون سادس ولا شاد اف ام كل صباح كنعطيكم كلمه فكنعطيكم عده حروف مبعثره يعني مخربقه هي مبعثره وخصكم تعرفوا رشيد اخويا اسمح لي وسهل معنا عفاك تقدر تعطينا سيل سيل بسهم واخا اخويا واخا داك سيل بسهم واخا 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 شي حاجه اخرى اشري لا ها شرب شي حاجه لا نو شوف يونس كلشي مزيان لا لا انا بخير لا انا كنهضر عليك انت شنو بغيتي في يونس يونس معاك على حساب قال الدري انا من جهتكم على وجهك كتعرفوا خليه زعما يعني تاخذت الوغ الحروف ديال اليوم بطبيعه الحال كنعطيكم حروف مبعثره اولا مخربقه وخصكم تلقاو كلمه الكلمه ديال اليوم هي دائما بطبيعه الحال كلمه عربيه باللغه العربيه يا ولد الوغ الحروف هما حرف الباء باء حرف الالف لصقتها فينا هين هذه اليفون اوكي حرف الشين شينون اوكي حرف اللام لامون حرف العين العين اعطيه عليني هذيك وحرف الالف اليفون دونك حرف الباء حرف الالف حرف الشين حرف اللام حرف العين وحرف الالف كلمة عربية قحة راه معنا واحد السيد كيطير هنا في العربية في كيطير في لي ريزو سوسيو في العربية كيكونوا خطر هذوك صحابي لي ريزو سوسيو في العربية كيكونوا خطر بزاف دونك هذه هي الكلمة اللي كنقلبوا عليها غادي يخلي لكم شوية ديال الوقت حتى تلقاو على خاطر خاطركم السيد ميدي رجع لها اخويا تعال لا وانا انت تكسرحتي لا بعدا انا كنعطي الكلمه وكيت كونيكت في انستغرام صافي رجع تبدا يهضر ديجا لا وكتبان ليه ديك اليكري كتبان ليه ديك ثلاثه ديال النقيطات كتسيني كيسخف وكتعاود تطفى وتعاود تعاود تبان ليه ثاني هذيك اللي ما كنحملهاش كتطفى كيدير اسباس وكيبريك شويه حيت هي كتبقى واحد شويه كيكون بنادم نعس على الكلافيه ولا شي حاجه وانت كتقول راه كيكتب راه كيكتب ورا نعاس على الكلافيه طيب الحال كنرافقكم حتى العاشرة صباحا نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وضحكين وناشطين وكاينه وصلتنا واحد الدعيوه جادور واحد الدعيوه زوينه فريكي زوين سير رمضان ما بقى ليه والو اون بليس دو سا شحال مازال ثلاث سيمانات واحد تقريبا سافيغ لو 7 6 7 مي 6 يالو 6 يالو 7 هاد السنين لا بقى لي 3 تنينات 3 تنينات وي انا نعسو 3 تنينات ونفيقو ويجي رمضان تخي بي السلام عليكم بركه واشركم تنطلب ربي هاد سيدنا رمضان يدخل علينا بخير ولا خير الله يشافي كل واحد اللي مرض يقول امين الله يصحى يقول امين انا عصبيه صغيره تنطلب هاد الدواء ديال ربي ما يخيبنيش فيها وتوصل لكل دار والناس اللي زاز ليهم شي واحد اه الدراري الصغار سي ان تروك سي سبحان الله العظيم واحد البراءه وكيدخلوا عليك واحد الضحكه واحد سي فو السلام عليكم بركه واشكم تنطلب ربي هذا سيدنا رمضان يدخل علينا بخير ولا خير الله يشافي كل واحد اللي مرض يقول امين الله يصحى يقول امين انا عصبيه صغيره تنطلب هذا الدواء ديال ربي ما يخيبنيش فيها وتوصل لكل دار والناس اللي زاد ليهم شي واحد يصيفطها صفتها الكل لي زيزيدي احنا صفتنا عليكم كلكم تولي كسبان الله عدا سي بو سي بو فكرتني في سحليفة وفات تقول لي شكول لي اقلع لنا سيحة كادوس فردان سحليفة سي فكرتني في هذيك الطريقة جيتو مونديال الهضره ديال
في البني وتسمع فوالا يا الليغال الليغال تليك جاخطبني بيلوت راك انت كطير جادو واردك البيرسوناج ديال بزاف حنا غادي نقول لهم طلباتك الريال ما بغيناش طلب فيه اكثر من نيمار طلب فيه اكثر من نيمار اكزاكتومون اي سي ان بيرسوناج كي تي تري اتوندريسون ولو انه تقالت حاولوا بزاف ديال الحوايج ولا واش بنيتها صغيره تهضر بهذيك الطريقه واش هادي ولكن رشيد ما نساوش هذاك سي ان بيرسوناج فوالا حنا كنرجعوا ليه علاش الناس كيكريتيكيو كيعطيو له حنا رشيد واش حنا نتفرجوا فيلم اللي واحد ممثل فيه غير واحد بيرسوناج ممثل فيه ونحكموا حنا ديما حنا ديما خصنا كنشدوا الكوميديا كندخلوها للواقع ديالنا ديما داكشي زعما اللي كيتقال في التلفازه راه حنا كنعيشوا ما نو ما ماشي حيت هي قالت كلمه خايبه اولا يعني انا كل واحد بزاف ديال الحوايج راه الكبار وكيعاودوا الكلام خايب دونك سي ان رول اون بلوس انا دور شكون فينا ما عمره ما قال كلمه خايبه شكون فينا ما عمره ضحك بها شكون فينا ما عمره ما تخاصم عليه على ودها شكون فينا اللي ما عرفتش علاش كنبقاو كنعقدوه في المسائل رشيد حنا كلنا كنعرفوا راه ما كنهضروش بواحد الحاله قلت الحياه في الاعلام وهذا ما نو مي فوالا لا يتصرعوا لنا البنيات الصغيورين راه داصرين عليك بلا سحليفه بغيتي ولا كرهتي محتاجين سحليفه كل واحد عنده سحليفه رشيد لا اي واحد كيبغي يدسر بنته اي واحد كيبغي يدسر بنته كيشري لها اللي بغاتو انت تا شفتي شو حليفه كدير بحال هكاك عاده قلتي كتقول لهم ولكن هذاك الشيء راه ماشي هذاك ماشي 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 حياته الحقيقيه هذاك بيرسوناج كتبوه له سيناريو مكتوب وعطاوه له بانه جا مع هذاك بيرسوناج مي وي دور وهذا العام ابارامون غادي يتزاد هذا العام ابارامون غادي يتزاد يتزاد لواحد الوليد صغير اون فوار بير مدانا هو جاي عاوتاني لي سيري كيتقادو اللي تقاد فيهم تقاد كاين اللي مازال كيصور كاين نضا حريره رمضانيه قبل رمضان وغادي نشوفوا عاوتاني المنتوج ديال هذا العام هذا شنو غادي يعطي انا ما باقيش غادي نطلع السطح باش ندير لايفات صافي سي بون حرمت درنا مره وحده صافي سي بون دونك هذا العام ما تسناوش شي لعبه بحال ما هكا سي جوست با بوسيبل ما كاين لا لايف لا والو ما كاين لا لايف لا حتى شي حاجه مي والله عرفتي ذاك النهار زعما ماشي ديك اللعبه ديال درتها ضحك ولا فريمون خرجت هكاك عفويه سي سيتي ميم با كالكولي كنت كنكتب اون بليس كنقول شي جامع بنادم يقري هذا المقال قدو يلا نقلبوا لا لقيت راسي كاتب مقال وانا نحيد كلشي ونطلع السطح شديت الريزون قال لك هذه طلع الجبل وزف الحجره يا هادي مي اون فيغا شوف ملي كنهضروا تعيط حالها معكم هي اون جينيرال ملي كتكون كتنتقد وكتنتقد نقد بناء سي كتبان انه كتنتقد لانه كتغير على واحد الميدان ولكن ملي كتجي كتنتقد هي باش تنتقد ديك داخل داير ليا معصر ليا عرفتي كيجي وحدين شارك كورباط ديال الحامض وقاعد كيزف هادوك على من كنهضرو حاجه حامضات هنا حامضه هنايا ثلاثه هنايا اربعه في هذا التعليق سته في هذا التعليق يا دي تخوك من كتبدا كتشوف كتقول مي واش بنادم زعما لهاد الدرجه هادي حتى شي حاجه ما عجباه وبعض المرات انا وقعت ليا شخصيا واحد السيده اللي كون جيت نبقاي في هذاك الكلام الاولاني اللي كتبات اللي كون راني حتى انا كنعاير وكنسب وما عرفت فين واصل انا وياها عرفتي صفطات ليا ثلاثه ديال السطوره ما كاينش السبال والمعيور ما خلات فيا اللي نسات فاش في فيسبوك قلبها طايب وجاوبتها بجمله واحده قلت لها كتعبري فقط على الاخلاق ديالك وهي تجاوبني هي قالت لي لا راه غير استفزيتك باش تهضر معايا راك جو سوي فان وكتعجبني الشخصيه ديالك وهذا وولينا امي باغ لا سويت داكور هذه خطيره يلا وتصور بنادم داخل فيك طول وعرض كيسب وكيعار ومن بعد كيولي انامي ولكن لا ما كتقدرش ما كتقدرش عارف حيت ما لقاتش كيفاش دير باش تدوي معاك هي استغلت ديك الفرصه بحال هكا هو قال لك خطيره هذه ماشي القضيه اللي خطيره اختنا اللي خطيره هذيك السيده فهمتي لانها ذكيه وفكرت فيها لقات كيفاش كيفاش تدوي معاك سي فري ك واش عرفتي شنو كانت كاتبه شريف قال لك لقات كيفاش تدوي معاك ندخل معكم الساعه الثانيه فيها بزاف ميت كان ان شاء الله وغادي نلعبوا مع بعضياتنا وغادي نضحكوا وغادي نشطوا مي بيان افون نمشي نعطيكم طريقه الحل بالنسبه للكلمه اللي خليناكم كتقلبوا عليها الوغ الكلمه ديال اليوم دونك قلنا الحروف هما حرف الباء الالف الشين اللام العين والالف والكلمه هي الاشبع الاشبع
الأبشع نو أبشع نو الأشبع نو الأشعب أشعب ها يلا كلمة هي الأشعب يبغى فرع عبد العالي هو يلقى قبيلة الأولاني وعندنا كذلك مستمعي ومستمعات تامل القهوة بطريقة حالها بالواتساب ميرسي بوكو لي زامي شكرا لكم بزاف على المشاركات ديالكم عريض المنكبين اوكي تفكرتني بواحد المسرحية ديال عادل إمام عريض المنكبين المنكب هو المنكبين هما ليونش ها والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بدون أي تعليق خليونا غادين مقدين الله يجزيكم بالخير شكرا بارك الله فيكم دونك غادي ندخل معكم إن شاء الله الساعة الثانية يلا سيدي نقول بسم الله على بركة الله جاي لبوس دي جور من دابا شوية غادي نلعبوا بالأرقام مع 8 ونص سعود لاروب لو بوان دو فيو ديال يونس علاش نهضروا هاد الصباح غادي نتكلموا على داعش منين جات كيفاش بدات ودابا اللي ما بقاتش شنو غيجي من بعد بشا المسلسل الميريكاني هذاك الميريكاني فيه بزاف ديال الميريكان بزاف ديال الميريكان اف بي اي سي اي اي لي اجونس والروينا ها واف دخل واد شوف شتي نقول لك واحد الحاجه واه كاين جوج ديال الحوايج ثلاثه هما اللي تخلطوا كتنوض الروينه عندك الدين السياسه والفلوس وهذا الشيء علاش دايره الدنيا مجموعه طيب ابخي انت كتختار لو كون ديالك راه سي كوم سا راه هذه هي الدنيا راه هكا دايرين راه كل واحد هو شنو الاراء ديالو كل واحد التفكير ديالو كل واحد العقل ديالو كل واحد هو يلا سيدي نمشيو معكم لو بوز دي جور على بركه الله لو 7 10 لو بوز دي جور لو بوز دي جور Alors le buzz du jour, on a dans ma couche juste couvert à cette soirée. اوكي okay. اول خبيره اللي وقعت هنا ابارامون في مدينه الدار البيضاء عده وسائل اعلام تكلموا على هذه المساله هذه واحد اليومين هذه ولا ثلاث ايام وفيت نهار الاحد تكلموا عليها عده وسائل اعلام خصوصا المواقع الالكترونيه استنفار امني بعد اختطاف طفله وطلب فديه بمدينه الدار البيضاء واحد وليداتكم عافاكم انا جودي انا علاش كنتكلم على كنتكلم على لانفورماسيون سي هادشي كاين كيوقع في جميع الدول معروفه القضيه هذه جواب بنادم مسطي عطاهم الله دونك حدا وليداتكم عافاكم لكن طلب فديه هادشي جديد في فيها اكزاكتومون الوغ المقال كيقول انه بزاف ديال المصادر الاعلاميه كتقول ان المصالح الامنيه بمدينه الدار البيضاء عاش استنفار امني كبير الفك لغز اختطاف فتاه امس السبت عندها 12 عام من قدام الباب ديال دارهم وكتقول ان والد الطفله ما بين قوسين ملتحي دونك واش بدات تدخل القضيه فيها شي غريغ لو مون دو كونط ولا شي حاجه الله اعلم قام بوضع شكايه لدى المصالح الامنيه واكد خلالها ان مختطفي البنت بطبيعه الحال تواصلوا معهم من خلال الهاتف ديال بنتهم بواسطه الواتساب وطالبوا الاب بفديه مقابل اطلاق سراح ديالها واو وي دوتغ ميساج طايت الحال فوالا الا قلت للبوليس غادي نقتلوا لكم بنتكم تخرج كلها هو اللي كنشوفوا في الافلام مي مالوغوزمون تشوف هذا الشيء ما كاينش في الافلام راه كاين حتى في ارض الواقع هذا الشيء هذه وحده هي تقولها لي جورنال الاخبار تكلموا عليها كاينين حوايج اخرين اللي بطاط ما كنسيقوش لهم الاخبار مي ليسونسييل انا علاش بغيت نتكلم على هذه المساله هذه سي حضيو وليداتكم عافاكم ماوي ما نخليهمش بوحدو شكرا ما دائما الطفل ما عمرني نخليه بوحدو نخليه بوحدو ملي نعرفوا انه اهل الثقه جوا ماشي راه كي عرفتي عندنا واحد العباره اللي كلشي الاباء هذه كلشي بعدا واحد فئه كبيره فينا ولدك كيلعب في باب الدار لو كيسخروا وليدات الحانوت صغار واه لا شوف كاع شنو هادشي ما احنا زعما كبرنا كانوا عندنا كان وقت خل كان عندنا الخدم والحجم في الدار كنا كنخرجوا كنمشيو كنتغداو ولكن كانت الوقت امينه فوالا ماشي نفس الوقت ولكن انت فين هذيك الساعه كان كيوصلك والديك ديك الساعه كيقول لك واحد اجي عندي اجي عندي اجرام هذيك الساعه كان كيقول لك واحد اجي عندي كتمشي كتجري كتهرب اكزاكتومون دونك كثر الاجرام كثر بزاف ديال الحوايج انا خويا كان غادي يتخطف والله خويا صغر مني كان مازال في ابتدائي اي واحد المراه قدام المدرسه اللي الوالده كان ديما هي اللي كتمشي كتجيب الموطور الله يذكرها بالخير اي واحد النهار ماشي تعطلات عليه بواحد خينا جاي
فوالا راه عمك هو اللي صيفطني كدا كدا شي ولوليت صغيور تيوا ما فاهم والو مشى معاه كاين علاه نركب معاه سي واحد المراه اللي قالت لك شت الشباب ماشي هو هذاك الوليد زعير مزعير ما جايت اذا بغيت نروح تقول عندي واحد خويا زيد ملي كتشوفو كتقول ما كاينش شباب ما كاينش شباب مي فوالا زعير ما عرفتش اي شاف سميتو اي فوالا دونك وتدخلات ماشي دخلت هضرات مع هذاك ما جاي جرات الوليد من يديه وصافي هذاك شاف الوليد جر من يديه الموطور قدام المدرسه كسيره بيه على تزد بحالو واو فاش جات الوليده قالت لها راه شنو وقع شنو وقع شنو وقع دونك حدا وليداتنا بطيط الحال من هذه المساله هذه كيوقعوا كيوقعوا بزاف ديال الحوايج كيوقعوا بزاف ديال الافات الله يستر مي بنادم فوالا يحتاط سيميو الخبيره الثانيه اللي بغيت نتكلم فيها هذه لي اميوزون جادور هاد السويسريين فريمون عندهم شي حويجات مريقلين سويسرا هي من بين البلدان اللي جميع تقريبا السكان ديالها عندهم القطط عندهم المشيشات مربيين المشاش اها علاش سورتو واحد سورتو واحد 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 المدينه اللي هي لا كابيتال بيرن هاكا عندهم عاده من ديما المشيشات كيموتوا على المشاش كيتصطاو على المشيشات اوكي ايدايور كانوا دايرين لهم دي ستركتور تشوفوا لانه بطبيعه الحال كيكونوا عايشين في منازل وهذا اللي في البروميير ايطاج اللي في الدوزيام وهذا باش المشي يهبط ما غاديش يحل الباب الدار ويهبط من ليسكاليي وداك الشيء دونك خصو تشوف هادشي لعيبه كيطل من الشرجم كتبان ليه شي لعيبه فين يتشعبط غتشعبط كيهبط كيعاود ثاني عاود ثاني يطلع يدار واحد القضيه سي هما دائما عندهم واحد دي ستركتور بحال ما هكا كتلقى في الديور مثلا دي ستركتور ديال الحديد وطالع من هذا القنت لهذا القنت لهذا القنت دابا داروا واحد القضيه واحد الاركيتكت اللي دارها زوينه بزاف سي دي زيسكاليي كيكونوا مبنيين هكاك مقادين دي زيسكاليي صغيورين دروس صغيورين ديال المشيشات صغيورين فريمون شحال فيه واحد حديدات ما كاملاش كاع واحد 5 سنتيمتر واحد علي واحد 10 سنتيمتر جوبونس العرض اوكي شوف وفوالا وطالعين في العمارات اي سي بو عرفتي ملي كتشوف ملي كتصوف تصاور سي فريمون ماليفيك مصبوغين بنفس الصباغه او لبس صباغه اخرى ولا هذا باش يسهلوا التحرك ديال القطوط ها سي اكسيلون القط قطوط كيفاش كيديروا لهم باقا دو كلشي الانسان خصهم دابا يدوزوا للحيوان سي مانيفيك عرفتي جي ادوري فاش شفت التصويره كتقول واو كيفاش بنادم كيفكر سي جوستو بو انا اللي كوريت لهم فيه شفره انا في المغرب يديروا فيه الجاج لا ما انت هما كان يمكن لهم يفكروا هذا التفكير هذا مي جو بونس كو في المدينه بتاعت حال بيرن في العاصمه السويسريه القضيه ديال الاجرام جو بونس منخفضه مي صافي بليزير نو فوالا سي انسان كيتعايش مع حيوان سي نورمال كيلقاو لهم الحل انت ما عمرك كان عندك شي حيوان اليف سي من كنت صغير كان عندي واحد الكلب وواحد النهار بون مات و شنو ضربات الطوموبيل نو انا عطيتو الدواء ترى قتلتيه ما درتش بلاني كيفاش درتي كنت صغير وكان فيها هذيك كي سميتها اللي كتبقى تحك وانا ندير ليه بايغون وبقيت كندير بايغون كامل تخواه المهم هذاك المهم باش كتقتل سي ماك بايغون حدا باردون ما عارفش شنو هما لي زوطر مارك مي فوالا ماركه واحده اللي معروفه درت هذاك الشيء ديال اللي كيقتل ديال مضاد الحشرات فوالا هو يقتلها ومات الكلبه ديالي وصافي قالوا لي والدي انت ما تقدرش يكون عندك حيوان وما كتعرفش كيفاش غير مسؤول فوالا وي حيت هو الا درتي فاش كيحس فاش كي حتى اي حيوان فاش كدير ليه الدواء كيبدا يدير في لحمو كيبدا يعض فيه بحال هكا يحك فيه كاينين السم اللي ما كيديروش ما كيقتلوش هو كيقتل غير الحشرات اوين الحشرات هذاك اللي قلتي انت هو كيقتلو غير فوا كيلحسو حيت السم هو ديجا سم ما عرفتش انا كيفاش طرات المهم لغد ليه في الصباح لقيناه مكشكش الله يحفظه هادي السم هذاك فاش كيخرج ليه هذاك الشيء من فمو كيكون السم سي فغيم هادي وي والله ايه بيان ما فرنسيش الاخ فيتيرينير ما هدي شنو كدير بالضبط في حياتك مخرج طبيب بيطري نفساني مضحك انستغرامي شنو كدير في حياتك كلشي مربي البط عنده راي في كلشي الاخ كنتكلموا عليه مهدي موسوعه من موسوعة XS ولا موسوعة XXL؟ موسوعة غير تفاعلتي تبارك الله عليه أنا جدوغ لي جون اللي كيكونوا عارفين بزاف ديال سميتو
باش عرفت هاد القضيه شريف؟ شكرا. واش عرفت هاد القضيه؟ كلشي طبيب بيطاري كيسمع لينا. حيت انا في صغري انا تربيت تما في فيرما بحال هكا كنربي لي زانيمو بزاف. تربى في فيرما مع الحيوان. باوي باش كتعرف هذاك العالم. سير عنده واحد العالم بوحدو راه سير خويا. اقسم بالله اغلبيه ديال الوقت كنت كندوزو تما كنسالي المدرسه ابخي كنمشي كنبرك تمايا. كانت عندي العطله الصيف كنت كندوزو تما كنمشي للبحر لا والو. ولكن اجي قول لي تربيتي مع الحيوانات ولا مع الشجره؟ والله حتى هادي بوحدو باين انت كان صاحبك شي شجره ولا شي حاجه؟ لا كلشي تخيل. انا كنت مربي واحد مربين في الدار واحد جدي كيقول لي العتروس ياك راشد. جدي انا راه سمعت سميتو جدي العتروس كان والجدي ماشي جدي راه قلت جدي. واه قلت لك كتسمع جدي كتقول جدي جدي العتروس طيب كتقول جدي العتروس اصاحبي هاد سطينا جدي العتروس جدي العتروس كان مربيه بحال كيتبعك الا فاش كتطلقوا اقسم بالله كتطلقوا كيبقى غادي يتابعك بحال شي كلب ولا شي مشي نورمال فوالا سي تو ولف راه انسان صاحبك كتكون غادي شي بلاصه كيتبعك كيمشي معاك راه سي فوالا. ولكن انت ما كبرتيش مع الانسان دابا؟ وي كبير كبرتي شويه مع الانسان. كنتي كتقرا ساليتو بجوجكم سي بون ميرسي بوكو بارك الله فيكم شكرا 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 لكم شكرا شكرا بارك الله. عرفتي يونس ومهدي ملي كتدخلوا في دي ديسكسيون بحال ما هكا كنقول لك نحس براسي ضيف البرنامج وكنكملوا برا وكنكملوا برا. هذاك الشيء اللي كيوقع برا ما يمكنناش ندوزوه في الراديو مالوغوزمون للاسف لا يمكن مالوغوزمون. كنهدئ الاجواء واحد شويش بدل ما ندخلوا لو بوان دو فيو ديال يونس باسكو عنده القضيه حامضه مع الصداع. اش بينا خويا وبين شداش؟ رشيد في الحقيقه جو مسوي دي اللي كيرا هما البارح. كنت كنسال نفسي دائما حتى انا براسي كنت كنقول منين جاوا هاد الناس هادو كيفاش. واحد النهار كنت جالس حتى واحد النهار كنسمع الدوله الاسلاميه في الشام والعراق شنو منين جيتو كيفاش. كنت باغي نعرف من انتم من اين لكم هذا. اي بيان افون بيان سور بالاذان والقاعده فوالا وانت غادي دونك غنرجعوا شويه للتاريخ وغنشوفوا. قولوا بسم الله يلا سيدي لو بوان دو في دو يونس على شاده اف ام. لو بوان دو في دو يونس دابا دون لو 710 على شاده اف ام. الوغ بون اليوم رشيد غادي نتكلموا على يفتح يا استاذ الرياض الزاخر بسم الله 55 بسم الله هزتك. الوغ غنتكلموا على داعش منين جات كيفاش بدات ودابا اللي تقريبا تسالات ما بقاتش. شنو غادي يجي من سي ان غرو مو تسالات ما بقاتش مازال واه مازال كاينه كمجموعه مازال كاينين سكون ابل دوك الخلايا النائمه واه الرش اكزاكتومون. الوغ الدوله الاسلاميه في الشام والعراق هي مجموعه ارهابيه اللي في الاوج ديالها كانت حاكمه ارض قد انجلترا ايرلندا وسكوتلندا مجموعين داكوغ. كانت في نفس الوقت مشهوره بالبروباغندا والجرائم الحيوانيه ديالها معناتها كانت كتصور هذاك العجب وكتنشرو في فيسبوك تويتر وفي القنوات ديال يوتيوب كيحرقوا بنادم وسقفزوا واه كانوا كيديروا شي حاجات فريمون ديال لوغور العجب فريمون ديال الخلايا. الوغ باش نفهموا داعش لازم نرجعوا شويه في التاريخ يوم 24 ديسمبر باش نتعرفوا اكثر عليهم فوالا باش نتعرفوا معاهم ما بغيتش نفهمهم اخويا لا اريد سي فري ما بغيناش نفهمهم مي باش نتعرفوا عليهم شويه اكثر واو خصنا سي مصيبه كحله هي اللي خيبت لنا هاد ليماج ديال دونك باش نتعرفوا عليهم اكثر. الوغ يوم 24 ديسمبر غنرجعوا للتاريخ يوم 24 ديسمبر 79 الاتحاد السوفيتي غادي يهجم على افغانستان وهذه هي البدايه ديال الروينه كامله اللي كنعرفوا دابا. هذا الهجوم غادي يخلي بزاف ديال الشباب من عند العرب ما كان عندهم ما يدار جايين من كل دوله عربيه باش يديروا الحرب ضد السوفييت. لان شي ناس كانوا قالوا لهم باسم الجهاد فوالا لان شي ناس كانوا قالوا لهم بلي هذه الحرب ضد الاسلام وبلي هذا الشيء اللي كيديروا راه كيتسمى جهاد ومقبلوا عند الله. المهم مع هذوك العرب اللي جاوا لافغانستان كاينين جوج اللي غيخرجوا للمجاهدين من الجنب. واحد سعودي قاري وعندو الفلوس سميتو اسامه بن لادن وواحد العنصر جاي من الاندور ما قاري ما عندو الفلوس مدوز نص عمرو بين الاجرام والحباسات وكيسمي راسو ابو مصاب الزرقاوي.
اللي هو جاي من الاردن واه اللي جاي من الاردن ما عنده حتى علاقه مع بلاد بجوج بهم ما عمرهم ما غيتفاهموا ولكن غادي يسوا المجموعات الارهابيه اللي كنعرفوها دابا باسم داعش والقاعده الوغ الاتحاد السوفيتي غادي يتراجع من الحرب في 89 ولا ان الحرب سالات بلادنا الزرقاوي غادي يرجعوا لبلادهم اسامه غادي يطور المجموعه ديالو كمؤسسه عالميه والزرقاوي اللي ما لقى ما يدير في بلادو غادي يرجع للاجرام وكون بقاو بحال هكا راه غادي تكون القضيه بخير ولكن الحرب غادي تعاود تجيبهم لافغانستان اللي ولات من تحت السيطره ديال الطالبان الوغ يوم 11 سبتمبر 2001 القاعده كدير 4 ديال العمليات جراحيه في امريكان ولا غد ليه غتهجم على افغانستان مجموعه ديال 43 دوله من تحت قياده الولايات المتحده على ود هذا الشيء بن لادن غادي يهرب لباكستان والزرقاوي غادي يمشي يتخبى في العراق وهذه هي الساعه اللي كان كينتظر السي الزرقاوي بالفعل مورا ما بدات الحرب في العراق في 2003 الزرقاوي غيستغل هذيك الفرصه باش يدير اسميه لنفسه ما كانش قد يدير شي حاجه ضد الجيش الامريكي الوغ بدا كينظم عمليه جراحيه في وسط المساجد ديال الشيعه اللي كنقولوا عمليه جراحيه بطريقه تحاول سميتو سي عمليه ارهابيه باش نكونوا إرهابية ضد المساجد ديال الشيعة وهذا الشيء غيسبب في حرب بين الشيعة والسنيين في 2004 في العراق بطبيعة الحال غيجتمعوا لهذه الحرب بزاف ديال العرب عاوتاني من كل دولة عربية لأن هذه المرة غتقال لهم باللي الحرب ضد السنة الوغ الزرقاوي لقى من تحت يديه جيش ديال الإرهابيين وبن لادن منين شاف هذه القوة كاملة جديدة قال لي يلا نتحدوا يلا نخدموا جميع ويلا نسميوا هاد المجموعه ديالك القاعده في الشام والعراق الزرقاوي قال لي اوكي وتفاهموا ولكن في 2006 ميريكان غادي غدوز بطياره وغادي تقتل الزرقاوي وغادي تبقى القاعده في العراق بلا زعيم حتى 2011 في 2011 جرى الربيع العربي لسوريا ومن اللي بداو المظاهرات بشار الاسد قال الجيش تيريو في الشام العالم انطق وجا من جهه الشعب السوري وبشار ولا خايف باللي العالم يتدخل فيه بحال اللي داروا للعراق من قبل الوغ باش يخرج راسو من هاد المحاين هادو عطى الحريه للارهابيين كلهم اللي كانوا مشدودين في الحبس في سوريا وبهذه الطريقه تخلطوا مع الثوره وقال العالم الا دعمتوا هاد الثوره راكم كدعموا الارهاب دونك هاد الناس هادو راه ماشي ديمقراطيين في 2012 واحد السيد عجيب سميتو ابو بكر البغدادي غادي يجمع داكشي اللي بقى ديال القاعده في الشام والعراق وغيسميها الدوله الاسلاميه او داعش من الاول غادي يهجم على حبسات اللي كانوا مسجونين فيهم الارهابيين ومورا ما حررهم غادي يدور راسو بهاد العناصر جداد مدربين ومحلفين على الدنيا في 2014 الطقوس العجيبه ديالو غادي يخلعوا الناس ديال القاعده تخيل معايا تخلع الناس ديال القاعده وغادي يتقاسموا معاه باش يكونوا جبهه النصره اسد كيتفرج في هاد الشيء كامل ومخلي بجوج كيتطوروا بجوج منظمات كيتطوروا عنده في البلاد لان الى الناس كيشوفوا في داعش كينساو بشار الاسد هاد الشيء غادي يخلي داعش تستعمر 30% ديال العراق وطرف كبير من سوريا وهذا الشيء كيبين لنا بلي داعش ما كانش عندها نفس الاهداف بحال القاعده اللي ما عمرها ما بغات تكون دوله داعش كما كيقولوا ليهم كيظنوا بلي الى داروا هاد الشيء بحال اللي مذكوره في بعض الكتب وما كنتكلمش على القران ولكن شي كتب اللي كيقولوا هاد الشيء غادي يحضروا المهدي وغادي يخرجوا هجوج وماجوج وغيحضروا الاخره صحه نساو بلي داك الشيء راه ربي اللي كيتحكم فيه وفي الاخر تحامت عليهم مجموعه ديال الدول منها امريكان سوريا العراق ايران روسيا وتركيا وهذه ما كامله جوج سيمانات الجيش السوري اعلن بلي داعش ما بقاتش نهائيا في سوريا كاع دونك العراق حتى هي ما بقى لها والو تسالي معاهم يعني صافي داعش ما كما قر براتيكمون كما قر جيوغرافي ما بقاش الوغ الاخيره النهايه شنو غيجي من بعد الوغ ولو داعش ما بقاتش كدوله يعني ما حاكمه حتى شي طرف ديال الارض ما ندفنوهاش دابا لان المجموعه الارهابيه مازال كاينه وعندها امكانيات باش تقدر دير عمليه جراحيه بحال اللي دارت من قبل في تونس باريس او نيس واللي كانوا سبوا في بزاف ديال الاموات فوالا دونك سيتي ليستوار ريزومي ديال داعش ميرسي بوكو يونس شكرا لك بزاف شكرا لك كنعاود نذكرت عيط بحال جراحيه بدلوها بارهابيه باسكو الصباح الصباح هدا صافا الوليدات كلشي مزيان الوليدات صافا شنو بغيتي السي المهدي ماذا تريد ها اخي المهدي ماذا تريد قول لي شنو اللي بغيت انا مزوق لك في اللي عزيز عليك لما يقول لي شنو بغيت الديسك اللي كنا كنقلبوا عليه لقيناه محيحة 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 محيحة
très très belle chanson ديال هي elle est très très belle. Ouais. Ouais, là je mire. Et grande de taille. Tbarak Allah. Très grande de taille. Voilà. Très grande de taille. والله هذاك الدجاج انت اللي قدامي ولكن في الطول في الطول انا كتجيني بحال واحد الفنانه مغربيه هنايا ريشه كندير لك الدغميره بالفريد ونديك العلمي في العشيه شكون هي المغربيه اللي طويله بحال شكون مغربيه اللي طويله ولكن ما طويلش حتى لقدها جو بونس شكون اسماء منور وي اسماء منور طويله تبارك الله عليها ليلى تاهي طويله ليلى حديوي تاهي طويله فاتي جمالي تاهي طويله تبارك الله تبارك الله بيجو مالك اخويا شنو كاين السي ميت صافا شنو اللي كاين السي ميت يقول لي يقول لي اخويا انا دنيان والله الا دنيان زعما انا اخوك انا اخوك كبر منك زعما دنيان ما تخلينيش بحال ما كون معاك يقول لينا يقول لينا شنو الواقع باسكو حاس بك وقع بك شي حاجه مي شنو يلاه علم دابا والله ما عرفت انا غير واحد الحاجه اللي باقا مروراني من شحال هادي هو انه باغي نشد رونديفو عند طبيب عاوتاني طبيب ديال العينين مي باقي ما مشيتش مازال من شحال هادي والله صاد الطبيب هذا ما عرفتكش متى تمشي عند الطبيب والله ما عرفت انا دابا غادي نسول واش غادي على ود عينيك ولا غادي على ود حاجه انا غادي على ود عيني اقسم بالله انا والله غادي على ود عيني باسكو انت هذاك الدجاجه عرفتي علاش حيت هذيك الطبيبه كتكون عامره بزاف كتكون عامره بزاف هذيك الطبيبه فهمتي ما كنقدرش نمشي عندها وما كنبغيش نبقى نتسناو الرونديفو كيتعطل سافي دير لا كاليتي الا كانت عامره اخي الدجاجه والله يا الدجاجه لا كاليتي كيكون عندها داك الشيء جديد ديال هذا واحد العفريت راه انا اللي كنعرف ليه انا قال لك يقول لك الناس راه مزيانه فهمتي هذاك الشيء علاش دابا سيدي اللي كنعرفو انه كتشد رونديفو كتمشي عند الطبيبه انت والله الا خويا شوف اليوم الا مشيت اليوم الا مشيت عند الطبيبه ان شاء الله ولقيت رونديفو معطل حتى نعيط دابا نشد رونديفو مع العشره غادي ندير لك فيديو وغتشوف صافي سيدي داكور عندي واحد النداء صغير هذا الصباح هذا سيرتو لصحابين هضرنا على هذا سيري البارح ياك اه وي جيم اوف ترونز جيم اوف ترونز قتلتونا فريمون قتلتونا طيبتونا عرفتي يا اللي وزعما لهاد الدرجه هادي عرفتي دي فوا كيجيب لي الله انا زاقل زاقل شي حاجه نص حياتي كنقول لك انت غاتي لا موتي تافي كيسكو جي غاتي زعما اس بوان ما كرهتش شي واحد شنو دابا سي لا سيزون 9 ياك جيم اوف ثرونز 8 ou 9 لا 8 سي با فرانشمون جو سي با تيال بعيد غير تاد لا جيم اوف ثرونز ايبيزود شنو اللي كاين دابا جو بونس سي لا سيزون 8 جو بونس سي لا 9 اه نو سي لا سيزون 8 سي لا سيزون 8 tu as raison سي لا سيزون 8 زعما شي واحد يلخص لينا دوك لي سيزون 7 كامله ويقول لنا سي كوا اكزاكتومون سي كوا ليستوار شنو با سي تو فو راه كاين واحد لا فيديو ديال 7 دقائق في يوتيوب تفرجت فيها والبارح سي فري كتخلص لك لي 7 سيزون اللي دايزين هادشي ما تعرفش تبارطاجيه معنا حنا سي بارطاجيه معاك الا بغيت بارطاجي معاك شي كاريتاه شي موزيك داير الجروب ديال ليميسيون رشيد دون زادي هادشي اخويا ما تفعل ما لاحظتو انا ملي كطيح مي جو مسوي ديما هضرنا عليها ما هضرناش عليها كاع لي زارتيكل زوين واش كنبارطاجي ما غاتهمكمش كاع داكشي علاش ما فكرتش كاع نبارطاجيها سي سي حديث الساعة كلشي اوكي غنبارطاجي اي مي باغ كونتخ سي فغي حديث الساعة مي عرفتي كلشي كيهضر سي انكرويابل سي 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 دي تروك فريمون دو فو لي زانيماتور تيلي ارتور دايور داير واحد لا فوتو ديالو بارطاجاها سوغ انستغرام كي تا تا هو زعما سوغ لو ترون عرفتي كلشي كيحلم بهذاك لو ترون كلشي كيحلم بهذيك لا سيري سي انكرويابل كوكو انا باغ اكزومبل مثلا اللي كتسطع لي اللي كتسالي معايا لا سيري اللي فريمون كتعجبني بزاف اي جي ادوري هذيك لا سيري انا شفت لي سيري ديالها وابخي شفت غير لقطات من جيم اوف ثرونز هي فاش شريت التريكو ديالها شنو شريت داك التريكو مكتوبه في جيم اوف ثرونز والله ما فهمتش علاش كتهضر بالله هو شرى التيشيرت ديال جيم اوف ثرونز هو يتفرج فيه ما تفرجش فيه ما تفرجش في كل شيء داكور اوكي دونك ما عارفش ما تفرجش ما تفرجش ولكن ما واخدش ما عارفش شنو غادي نقول لك داكور لا سيري اللي كتسطيني انا اللي فريمون اللي كتجيني انا على على قانتك على قانتي ما كنتش كنزقلها دو تو واخا ما عرفتش شنو يوقع هي هادي 24
24 heures chrono, c'est juste assez. Yeah, ouais. 24 ouais. heures chrono, magnifique. Exactement. Magnifique. Jack Bauer. Saisons, Jack Bauer. et c'est vrai que il y a des séries, Halma Cole, qui voulait occulte. Ouais. Justement, La Casa des Papel. Voilà, Prison Break, Fia Mata. Prison Break, ça y est, Fia Mata. Ah oui, il y avait aussi une série اللي كنت متبع مزيان هذيك ما كما هذيك تقريبا ما كنت كنزقل منها والو وقت ما واليومين هذا وقت ما كنطيح في الاعاده ولا شي حاجه كنتفرج فيها سي فريندز واه فريندز مانيفيك كلاسيك لا لا سيري لي 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 جوست لي جوست مانيفيك كلاسيك بام بارارام بام بارام بام I'll be there for you. On est on est il y a plein de séries comme ça qui ont marqué واحد شويش واحد الاجيال. شنو السيري اللي كانت عزيزه عليك انت يونس؟ انا اللي كانت عزيزه عليا في هذا الوقت هذه ديال فريندز ولا دابا مؤخرا؟ ها؟ à l'époque لا لا toute série confondue. Bah Friends كانت عزيزه عليا كاينه واحد المسلسل سميتو How I Met Your Mother. Donc, kiffe, je t'lachite ma mac. D'accord. J'adore. Ouais. I met your mother. Ou vraiment, Zwin. J'ai l'impression que Moussa Seltaoua fait 14 saisons. D'accord. Tout ça là. Pal Friends, je kiffe, j'ai Friends. J'ai mis la clique, j'ai l'sahab. Ou Wahda Khrken, c'est mis Mad Men. Ou qui est clim à la. Oui, Mad Men, ouah la série. Tu fais chif, Mad Men. Ouah la série, bzaf. Ouah la série, bzaf. Malheureusement. Je suis un macho, elle est kin. J'ai pas. Dexter aussi. Ah oui, Dexter, très belle série. Ouais. Excellente série, même. Dexter, c'est. Je suis un peu fin, je suis un peu fin, je suis un peu fin. C'est fou, ouais. les techniques. Et il y avait aussi une série t'sais, qui était juste magnifique. Ouais. Machine. Je j'aimais bien, je connais pas le nom, mais je ne sais pas français. Ah, Hannibal, pardon. Hannibal. Hannibal Lecter. Hannibal, tu connais. Arti, je ne sais pas ce qui est de Bnes. Je ne sais pas ce qui est non. كي طيبك اه واش نو داكشي ديال الماستر داكشي ديال ماستر شيف شو كيتفنن كيتفنن كيشد بنادم كيجرحو كيطيبو كي وجاي عنده بايزو بلا سبيكتور او لا او لا او لا او لا او لا لو ديتكتيف من الاف بي اي ولا سي اي ولا هذا وكيريحو على طابل وي لوي سير كوم ديني كيسر به في العشاء ديالو وي عرفتو طرف ديال اللحم ديال الجثه ديال اللي كيقلب عليها هو c'est des trucs alors bien sûr il faut pas faire ça Supernatural ouais voilà ouais. ça reste c'est de la fiction c'est voilà c'est des pièges voilà c'est des séries c'est bizarre des pièges quand tu as formé le mal bizarre des pièges tu vois là faut pas le faire imagine ouais. T'imagines bah oui il y a des gens parfois ils sont influençables qui trop d'actualité que je vois série après ou qui m'a pas d'achat quand je pense que le smier de elle je pense pas moi je ne voulais pas t'as elle tu en as half man hadik de Charlie qui est un juge chouette ou un gueule oui excellent mon oncle Charlie ouais mon oncle Charlie excellent mon oncle Charlie excellent magnifique la série mais qui est-ce que tu te fais à chaque fois il y a ça fait le jahim mais si tu vis à chaque fois سنايبر غادي يدك عطاك سماتشاك نهايه الارسال السلام عليكم